5 مراحل متتالية بتنتهي بمرحلة التعقيم النهائي للحصول على منتج نهائي مطابق للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصالح لأغراض الزراعة لكل المنتجات الزراعية. بتتم عملية المعالجة زي ما قلنا الحركة على 4 مراحل، الخامسة هي المعالجة النهائية، بتتم من خلال المعمل يوميا في تجميع عينات من المية الخام اللي داخل المحطة وتحديد الجرعات من الكيماويات التي سوف تستخدم في إزالة كل الرواسب والملوثات الموجودة في المحطة. كل وحدة من الوحدات دي بيتم كمان العمل عليها يوميا في المعالجة لتحديد كفائتها وضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات العالمية يعاد استخدامها الاستخدام الآمن في الزراعات. كذلك في تعاون مستمر ما بيننا وما بين وزارة الصحة بأنها بتاخد عينات دورية باستمرار، وفي الشهر اللي فات خدت 3 عينات وطلعت مطابقة للمواصفات المصرية القياسية وصالحة للاستخدام كمان في الأغراض الزراعية. المعمل زي ما حضرتك شايف بيتكون من جزئين، الجزء الأول هو الجزء الميكروبيولوجي وبيتم فيه عمل تحليل ميكروبيولوجي يوميا بمعدل كل ساعة لكل العناصر البيولوجية سواء البكتيريا سواء الطحالب كل الملوثات اللي موجودة فيها. كذلك بيتم في المعمل الكيميائي بيحتوي على العديد من الوحدات القياس وأجهزة القياس العالمية، وهنا بنقيس التربيتيتي اللي هي العقارة بتاعة المية، بنقيس حامضية المية الأس الهيدروجيني، بنقيس كل العناصر والمحتويات الموجودة في المية والملوثات والمبيدات الحشرية أيضا للتأكد من أن المية المنتجة خالية تماما من المبيدات الحشرية وصالحة للاستعمال في الزراعة. أوامر سيادتك. هذه المية اللي هتبقى دي حضرتك المية الخام لما حطينا عليها الكيماويات عشان نعرف مقدار الكيماويات اللي هنضيفها قد ايه عشان في النهاية تدينا المية الكلير، بتبدأ تترسب وتدينا المية كلير. يعني حضرتك ممكن نشوف عينة من المية الخام اللي جاية، المية الخام اللي جاية لنا اهي بالصورة دي، دي المية الخام. والمية اللي خارجة بقى، المية اللي خارجة يمكن دي اخر ميه خارجه لنا من بعد الديسك فلتر في اخر مرحله وتم اضافه ال بس حبيت اوري الناس في مصر الميه دي هتبقى عامله ازاي اللي هيتم الزراعه بيها لداخل مصر وخارج مصر. اكيد الميه اللي احنا بنزرع بيها مستوى جودتها اعلى مستوى. اكيد طبعا. هسال سؤال تاني. اتفضل. عندنا ارشفه للعينات بتاعت الميه ديت، ارشفه للعينات وليس نتائج العينات، يعني طبعا. هي فندم يعني حضرتك خدت عينه ميه حللتها وعايز تسجل عليها، ما بقاش الراي الشخصي يا دكتور محمد طبعا. بتاع وكل مقدر يعني اكيد لليوم العمليه ديت، لا انا سجلت الكلام دوت وبقى عندي ارشيف ابص الاقي عينات ميه على مدار سنه موجوده بتوقيتاتها اليوم والوقت اللي اتعملت فيه والمختص والنتيجه. فعلا سيادتك ده موجود اوريدي، ما كانش موجود نعمل ان شاء الله موجود حضرتك، متسجل حضرتك النتائج التحاليل وعينات من كل حضرتك. انا بقول ارشفت العينه. صحيح العينه نفسها. ايوه احنا بنقرش في العينه وبناخد صوره كمان منها يعني نحتفظ بيها. لو كان ده موجود يبقى كتر خير ان شاء الله. مش موجود ايه ان شاء الله. ارشفت العينه يعني افتح خزنه كده او ارشيف الاقي فيه 10,000 امبول صغير عندها فيه الميه وفيه البيانات بتاعت النتائج بتاعت التحليل والقائم بعمليه التحليل ان شاء الله، بحيث ان احنا لو احنا جينا على الارشيف ده وبصينا عليه في اي وقت وتابعنا التاريخ هنقول احنا شكل الماء اللي بيجي لنا على مدى سنه اكيد ازاي هو طيب في اي وقت من السنه بيبقى افضل وفي اي وقت من السنه بيبقى ايه بيبقى افضل. اكيد اكيد ان شاء الله. اوامر سيادتك. شكل الله يخليك. اصلا هو بيشتغل مع استشاري الاجنبي هو المتبادل المحطه دي من يوم ما بدأناها من سنتين من بدايه ما كانت فكره واحنا بص يا دكتور محمد اتفضل حضرتك احنا عايزين نشتغل دايما اكيد باعلى معايير وحتى يبقى لنا نظم خاصه بينا اكيد ان شاء الله كده ان شاء الله. اوامر سيادتك. شكرا شكرا.